هذا فيديو عن موضوع دماء الخيل او فصائل الخيل. اتوقع قد كانت في نقطة من زمان وربطها بالطبع، يعني انتقاد الحصان على طبعه ومدح الحصان على طبعه بصرف النظر عن كيف الطبع جاء او يعني وش سبب الطبع. طبعا النقطة اللي تكلمت عنها في نظري، اي حصان او اي شيء، طبعا بشر، حصان، سيارات، اللي هو اي شيء فيه عيب وفي ميزة مهما كان يبقى له ميزة وله عيب مهما كان. اللي يصير زي ما قلت، اذا صار الميزة من الحصان نسبوها لهم، وصار العيب منهم نسبوه للحصان كالعادة. الان لما تقول بعض امثلة، حصان عربي خوف، او احنا لما نقول حصان الدم البارد بقرة مو بحصان، ما في فرق بين البغل بين الحمار. لما ينتقدون مثلا خيل الثربت، لما ينتقدون خيل المصريين، لما ينتقدون خيل البولش، لما ينتقدون خيل العربية، اللي هم أي حصان له ميزة له عيب اتفقنا. ولكن لما الحصان يكون متميز بشيء معين، هذا منتهين منه. أي حصان متميز بشيء معين، ما في حصان زي المصري في الجمال، أو مثلا البولش في الجمال، ما في حصان زي الدم البارد في جر العربات، ما في حصان زي السعودي مثلا في التحمل أو سباق السرعة أو في الماضي المعركة العربية أو اللي هو، ما في حصان مثلا فرضا زي البونين للأطفال، ما في حصان مثلا زي الخيل مثلا خلينا نقول الدم البارد لتعليم الركوب بداية كمبتدئين. إذا كل حصان له ميزته في التخصص سيغلبك مهما كنت أصيل، لكن العدل أنك تتكلم عن ميزاتي وعيوبي وعن ميزاتك وعيوبك ثم تحكم حكم عام. لكن لما تخلي الأصالة فيما تريد، وش الفرق بيننا وبينها مجد؟ لما نقول الأصالة، الحصان اللي يدخل في معركة عربية أصيل، غير كذا كتش. طبعا احنا نقول كذا بس هم يقولون العكس. طيب اللي ما يجر عربة كتش، وحق الجمال يقول ما يدخل جمال كتش، وحق التحمل يقول ما يفوز تحمل كتش، وحق السباق اللي ما يفوز سباق كتش، وكلهم عندهم نوع منطق. هذا مو بعدل. لم تنظر الموضوع نظرة عامة وتحكم حكم عام. إذا لما تربط الأصالة فيما تريد، وإذا فشلت على الحصول عليها فصيلة معينة، انتقدت الفصيلة هذا عيب فيك أنت. أنا يجيك واحد يقول طب شو فارق، أنت ناقض كلامك. لا ما ناقض كلامي، أنا أقول بالضبط. أنا قلت لك أحكم حكم عام. لما أحكم حكم عام معناته أقول لك إذا كنت تركب ركوب صحيح أو ركوبك أصح أو طريقة أصح، يعني تحكم بالحصان تحكم حقيقي، تحصل على نفس النتيجة مع كل خيل. كمثال تركب حصان حار عربي داخل في مكان مخيف، أثبت أنه مخرطين لما قالوا عربي خوف. تركب حصان دم بارد صحي ويمشي زين، تثبت أنه مخرطين لما قالوا أنه بقرة. هل الدرجة تختلف؟ طبعا ما قد قلت أن الدرجة نفسها مستحيل. أنا أول واحد الوحيد اللي قال مستحيل أنا، مستحيل الدرجة الناس تكون نفسها، لكن النتيجة نفسها. إذا لما أنتقد ذا وأنتقد ذا، أنتقد بناء على حكم عام، والدليل أن لما قلت بارد ونايم صحيته، يعني سويت شيء أنت ما تسوي فيه، كذلك الحار، ومع ذلك في ميزات وفي عيوب. إذا لما تنتقد سلالة معينة، معنا زي ما قلت لك انتقاد بشكل عام هذا حماقة، يعني يبقى في استثناءات بس يعني خلينا نقول الحكم عام يعني كأكثرية، حكم بناء على نفس النتيجة. أعسف سعودي مصري بولش، تعال مع طابع سعودي مصري بولش، كذلك أنت عشان دم بارد، قاود حصان كذا 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 قريوس كذا كذا متحكم كذا 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 كل خيل ثم أحكم. لكن لما يجيك واحد ينتقد الخيل العربية أنها خوافة، خيل قادسية ويرموك خوافة، لأنه 90% منهم ما يستطيع التحكم بالحصان العربي باعترافه. لما يجيك واحد مثلا ينتقد الخيل السعودي أو الخيل البولش، لأنه لما يركب الحصان السعودي والبولش قوي عليه، السعودي هادي وتفلت على رده، والبولش حار بس أنه قد حرارته، يركب مصري زره بالصدارة، يركب سيرج لو عطاك افطح خل شوال وراسه يهايط بس ضعيف تحتي، أحس الحصان مو قادر يسويه خل. فيبغى يسوي شيء معين يرى هذا خياله، جر العربات خياله، او الجمال هو الاصاله، او التحمل هو الاصاله، او السباق هو الاصاله. نجح الحصان فيه كويس مدح الحصان، فشل الحصان فيه ذم الحصان. حتى لو كان فشل الحصان فيه من هو، طبعا اعيد واكرر، انا ادري ان الحصان ما يمكن يجيب نفس الدرجه، لكن يمكن يجيب نفس النتيجه. يعني الخيال يركب حصان عربي يركض فيه في ميدان زي خيل الثربت، لو تعامل مع الثربت او العربي صح يقدر يخليه يجر عربه. إذا تقدر تدخل في المسابقة حقتهم كنتيجة، تسوي نسيجتهم بس ما تجيب درجتهم. لكن لما يجيك واحد مو بكافو يسوي حتى الناس النتيجة، يركب دم بارد مشي معه مضبوط، يركب عربي يهد به، ثم يبغي يناقشني في الأصالة والجودة والسوء، هذا مو كلام منطقي. إذا هم ينسبون العيب اللي منهم للحصان،
وينصبون الميزة اللي في الحصان لهم، وهذا عدم عدل. العدل أن الميزة والعيب منكم، أنا دخل، هو عنده جزء سيء وجزء جيد، لا تمدح على الجزء الجيد اللي طلع لك أنت طلعته، ولا تذم على الجزء السيء اللي طلع لك أنت طلعته، انتهى. فكل حصان له ميزة له عيب، أنت تختار الحصان الجيد اللي تبغاه، إلى هنا متفقين. ولكن لما يكون الحصان جيد في غرض معين، هل يعني أنه آصل؟ ممكن يكون آصل، بس هل هو آصل أنه أحسن في الغرض هذا؟ لا، نحكم حكم عام. أنا سوي أنت سواتك، وأنت تعال سوي سواتي، وخلنا نسوي سوات ذاك، وخلنا نسوي سوات ذاك، ثم نحكم حكم عام، درجة عامة. نجيب كل المواد ثم نسوي تقدير عام. أما بس تبغى نشوف درجة الرياضيات أو الكيمياء مثلاً، أنت أحسن مني في الكيمياء والرياضيات، وجميع المواد أنا أحسن منك فيها. التقدير العام أنت أحسن مني؟ لا. التقدير العام لما نشوف تحت، أنت أفرض أنك مثلاً واحد جاب رياضيات مثلاً ممتاز، والباقي مقبول جيد جيد، التقدير العام عندك كم؟ راسب مقبول جيد جداً. يجي الشخص تقديره امتياز. مكتوب امتياز وممتاز، لكن درجته في الرياضيات اقل من درجتك، جيد جدا او مثلا ممتاز لكن اقل من درجتك. هل هذا حكم عادل؟ طب ليش يحكمون كذا؟ لان سهل زي ما قلت انك تخدع الناس فيه. الزين لهم يخلون زين الحصان عشان يكسبون الناس، والشين لهم يخلون الشين للحصان عشان يكسبون الناس. فسهل جدا انك تقول كاعجمي، تقول الحصان العربي مشكلته خواف، نص اللي يتعلمون عندك خلاص ما عاد يبغون يتكلمون عن الحصان العربي. وسهل عندنا احنا لما نقول خيرهم بقر خيرهم دم بارد، ما اللي يسوونه ما يعتبر انجاز، احنا نصدقهم. هل هو صحيح ولا مو صحيح؟ لما تسوي الثنتين كنتيجه والدرجه تختلف، انا اسالك اناقشك. اما لما واحده تسويها الحصان مسويها فيك والثانيه انت بكفو تسويها، لا تناقشني اصلا. فلا تلوم ولا تمدح الحصان، لم وامدح نفسك. هذا رايي في موضوع ربط الاطباع بالدماء، والله المستعان.